من الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد. افرح معكم في هذه الليله المباركه بهذا التذكار المبارك الجميل الذهبي لابينا الحبيب نيافه الاب القداموس. واحسب نفسي سعيدا اني اجلس بين اباء الاحباء بين حضور الاباء المطارنه والمصادفه وبين الاباء الكهنه والربان وكل الشعب وخاصه مع نيافه املا سرابامون ونيافه املا متاوس باعتبارهم من الاباء الذين يقودون الحياه الربانيه في هذا الزمان. الحقيقة مع كلمات المحبة والنعمة اللي قدمها الآباء الأحباء واللي سمعناها ومع كلمات التقديم الطيبة اللي قدمها الآباء رباط الدير سواء بالقبطي أو سواء بالشعر أو سواء بالسرد التاريخي، كل هذا مع التواريخ الجميلة اللي سمعناها، كل ده يخليني أتكلم إياكم في ثلاث نقط تكون واضحة لنا كلنا. واحد، الوفاء، الوفاء الكنسي الجميل، وفاء أبناء الدير وهم يتذكرون هذه المناسبة الجميلة اليوبيل الذهبي لأب الدير ورئيسه ومدبره الروحي ومشاركتنا جميعا بصورة فيها وقار وفيها تمجيد لله على كل هذه الأعوام وعمل الله الكبير اللي بيعمله سواء في حياة الدير أو في حياة نيافة أبا بنتالوس زي ما سمعنا في التواريخ الكثيرة. الوفاء فضيلة يا إخوتي تنقرض من الحياة الإنسانية، وإحنا كأباء ربان جوا الدير وفي أديرتنا بصفة عامة عندما نعيش هذه إنما ده يعتبر من أصول حياتنا الربانية. فالإنسان لا بيصنع ذاته، مفيش واحد يقدر يقول كده أنا عملت نفسي مهما يكون، ولكن الإنسان فينا هو نتاج الآخرين ونتاج محبة الآخرين. فإن صرت رائد في الدير فعلا مش شطارة يعني إنك بقيت رائد في الدير، ده لولا أن الله دبر ورتب في حياتك أشخاص وأشخاص وأشخاص ومن ضمنهم المدبر الروحي هو الدير. وهذا يعطي الإنسان دائما بعد الوفاء ويتذكر أنه صنيعة أجيال كثيرة، ودير في دير السوريان العامر له قرون وقرون وقرون، وكل الآباء اللي عاشوا فيه والقديسين اللي عاشوا فيه وملأوا حياته بالصلوات وبالتسبيح وبالاختبارات الروحية، وجينا ندخل الدير ونعيش فيها ونتمتع، كل هذا يعطينا فكرة عن قيمة الوفاء. والإنسان الوفي إنسان دائما مبارك، الإنسان الوفي. والوفاء يا إخوتي زي الوصية اللي كلنا بنحبها وتقول أكرم أباك وأمك، أباك الروحي وأمك الكنيسة، لكي تطول أيام حياتك على الأرض. فالوفاء أصلا هو وصية، أكرم وتذكر، وإذا جلست بين العظماء تذكر أباك وأمك زي ما بيقول سفر يشوع ابن سراح. دي أول نقطة، نقطة الوفاء، وده أمر بيفرحني وبحب أشارك فيه باستمرار في أمثال هذه المناسبات. الأمر الثاني الجميل تواصل الأجيال، تواصل الأجيال.
زي ما سمعنا دلوقتي نافة أنبا صرمون دخل الدير 59، نافة أنبا بطاوس 64-65، نافة أنبا بشوي 68، واخدين بالكم؟ وهكذا محطات تواصل الأجيال. وتواصل الأجيال ده يعبر عن عمق الكنيسة وعمق حياتنا. فالأجيال جيل يسلم جيل، أو زي ما بنقول في القداس في الألحان، من جيل إلى جيل. وتواصل الأجيال ده كالبناء الضخم، بيبني سطر طوب ثم سطر تاني ثم تالت لغاية ما يرتفع البناء. فتواصل الأجيال وما فيه من أخوة روحية ومن أبوة ومن صداقة، وزي ما عبر نيافة أنبا موسى في تعبير ووصف لنيافة أنبا بطاوس أنه صديق وأنه مدبر وأنه مرشد وأنه رفيق على الدرب. وزي ما ذكر الآباء الأحباء وهم بيربطوا ما بين الآباء في حياتهم الأخوة الروحية، تواصل الأجيال ده شيء مهم جدا. لكن أهم ما في تواصل الأجيال هو التسليم، هو التسليم، حياة التسليم. أعتقد لما ابتدى نيافة أنبا صرمون أو نيافة أنبا بطاوس بدأوا حياتهم الربانية، لم يكن في ذهنهم سوى الربانية. وهكذا كل الأباء، لم يكن في ذهنهم سوى الربانية ونقاوة الربانية. وسلم نفسه الربانية. أنبا بطاوس اللي هو يعني فرحتنا النهاردة في هذه المناسبة، اترسم كاهن أو يعني رجل ثم كاهن ثم قنص، روح أخذ في جرجة حار. طيب روح مصر الجديدة القديمة أخذ فيها حار. طيب أخذ في بني سويف حار. طب تبقى أخذ الإبسكوبوس أو بعد كده الإبسكوبوس وبعد كده لرئاسة الدير. ولذلك تواصل الأجيال يأتي من حياة التسليم. أحيانا نتعب إن الواحد يحط عنده أغراض خاصة في حياته. أما الإنسان الناجح هو عارف إن ربنا أحسن مخرج في هذه الحياة، هو ضابط الكل. مهما صنع الإنسان لن يصنع مثل الله. فتلاقي ربنا عمال يرتب حياتنا ويرتب كل صغيرة وكبيرة. نيافة أنبا رافائيل أول ما ابتدى قال إن في سنة أولى، هو كان في أولى ابتدائي مش كده برضه؟ أولى ابتدائي 64 وأولى رهبان. أنا بقى حاجة بسيطة يعني، أنبا صرمون لما دخل الدير كنت في أولى ابتدائي. لكن الله هو اللي بيدبر، هو اللي بيدبر، هو اللي بيرتب كل شيء. تواصل الأجيال يا إخوتي مسؤولية علينا كلنا. إزاي نسلم كل شيء نعيشه نختبره ونقدمه ونسلمه نقيا. وأنا أؤمن إلى أبعد مدى أن نقاوة حياتنا الربانية ووجود القدوة أمثال الآباء الأحباء هو أكبر ضامن لسلامة الرهبان. دي مسؤولية علينا، مسؤولية علينا كلنا. وتواصل الأجيال كما تسلمنا أمانة قوية يجب أن نسلمها أمانة قوية في الرهبان كده، في حياة الخدمة كده، في الكنيسة كده، وهكذا. تواصل الأجيال. ولما بنعيش في حياتنا الرهبانية بنعيش العائلة الرهبانية، والعائلة يعني كلنا بنشارك.
الأعمال زي عمل الكنيسي اللي تحمله نيافة أبا داوس في خدمته في الدير، يظل أمين فيه ويظل يسلم مجال سواء كهنة أو رباه الأصول الكنسية والألحان الكنسية والقداسات تواصل الأجيال. والتواصل ده يا إخوتي هو الذي يحفظ الكنيسة ويحفظ الربان. الأمر الثالث قلت لكم الوفاء الكنسي وتواصل الأجيال. الأمر الثالث أصالة الحياة الربانية في التضحية. أصالة الحياة الربانية في التضحية بلا شك نيافة أبا متاوس مثال جميل في هذا الاتضاع، سواء في الخدمة ينجح في أكثر من موقع، سواء في الدير في وسط أولاده ينجح، سواء مع إخوانه الآباء في المجمع المقدس بينجح وله أبناء في بين الآباء الأساقفة، سواء في علاقاته لما كان يجي أبا متاوس بيبقى مدهور في نهضات القديس أغسطينوس اللي بتبقى في شهر نهاية شهر أغسطس. اليوم اللي كان يجي فيه نبقى كلنا فرحانين، لما كنت بخدم في البحيرة كلنا فرحانين حضوره كأب مبارك وكبير في الكنيسة ويحمل مسؤولية كبيرة، يجي ويقابلنا جميعا بشاشة بمحبة وبفرحة. والحقيقة ده هي كنا نتلامس معها وما زلنا في كل وقت نتقابل معها، ولكن ما حفظه ناجحا في خدمته هو جوه الدين وهو بره الدين، في رئاسة الدين وفي تدبير الحياة الربانية وفي المشورة اللي بياخدها ناس كثيرة منه وأولاده اللي موجودين في كل مكان في مسؤولياته في المجمع المقدس في لجان متنوعة. ما يحفظه ناجحا هو اتضاع، وهذا الاتضاع هو الصورة الجميلة الاتضاع الواعي. الاتضاع الواعي الاتضاع اللي يعطي صورة جميلة لله الذي يسكن في قلبه. أنا كنت قبل ما أجي هنا كنت بزور نيافة أبا إيسيدوروس رئيس دير باراموس بعافية شوية، وبيقدم كل التهنئة لنيافة أبا متاوس وأيضا نيافة أبا باخوميوس في البحيرة بيقدم كل التهنئة، والكنيسة كلها بتقدم تهنئتها وفرحتها بهذا الأسقف الجليل والأب الروحي لهذا الدير العام. كل سنة ونيافة طيبة زيك. ربنا يفرحنا بوجود نيافتك وبقيادتك الروحية في وسط الدير وفي وسط الكنيسة كلها.